بحثت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد مع وزير المالية الدكتور محمد معيط آليات تطوير المنظومة الصحية وتوفير التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد وزير المالية التزام الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزيرة الصحة على وضع مهام محددة للجهات المشاركة في تنفيذ نظام التأمين الصحي واكتمال خطة ميكنة المنظومة. ومن جانبها أوضحت وزيرة الصحة أنه تم تقييم الوضع الحالي للمنظومة الصحية، مشيرة إلى أن ميكنة المنظومة يتم بناؤها وفقا للمعايير والمتطلبات اللازمة، وذلك لضمان كفاءة إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.